تشتغل على هذا النص، نص القراءة، ومادة القراءة بالطبع بعد أن مهدنا لتطبيقات القراءة قبل القراءة بالطبع. وعندما يصل التلميذ إلى نص القراءة، الآن المعلم ما دوره؟ ماذا تتصورون؟ أنني فاعلة بكم. سنطبق الطريقة التي يستعملها أغلب المعلمين في المدارس. وتخيلوا الآن أنكم تلاميذ في السنة الأولى مبتدئين، ولكم كثير من الصعوبات في القراءة. سأطلب بعضكم أن يقرأ، ولكن اقرأوا مثل التلاميذ من فضلكم. أي حاولي أن تهجئ النص. أي نعم، وأنتم كلكم دوركم أنه البارحة زرت بوجة. لا أنت طيارة. نحن الآن استعرضنا أن هذه التلميذة صعب عليها القراءة، فماذا فعل الآخرون؟ الذي شوش بأتم معنى الكلمة حقيقة، كنتم تشوشون. هل عانتكم قراءتها؟ هل اشتغلتم أي شيء الآن؟ هل وظفتم هذا الوقت الربع ساعة؟ هل استفادت كل القسم؟ أجيبوني من فضلكم. لا. إذا ما هي الحلول؟ من بين الحلول أنا اليوم سنطبقها بين أيدينا. إذا سأوزع عليكم هذا تطبيق من تطبيقات القراءة ستسهل، اسمعوني جيدا أرجوكم، ستوحد الجميع حول العمل أي القراءة نفسها، قراءة وفهما، وسوف ترون الطريقة، وفهما وإلصاقا للكلمات أو بكلمة واحدة إعادة صياغة نص القراءة. سأقرأ إذا النص مرتين. البارحة زرت برج إيفل ورأيت السواح في الباخرة. الآن نمر إلى القراءة الجماعية، ولكنها ليست جماعية، الجماعية الفردية. في الجملة الأولى، هل قلت اليوم زرت برج إيفل أم السنة المقبلة زرت برج إيفل؟ البارحة زرت برج إيفل. برج إيفل ثم زرت. قال البارحة. طيب ماذا فعلت أنا البارحة؟ هل البارحة لعبت؟ لا. هل البارحة سافرت؟ زرت. أحسنت، فعل زارة. إذا نكتب، انتبهوا، أفسروا في نفس الوقت، فالمعاني تتضح وهم يعيدون صياغة نص القراءة. إذا هنا التلاميذ هم الذين صاغوا جملة القراءة ثم فهموا المعنى أم لم يفهموا؟ طيب إلى حد الآن هل قرأوا أم لا؟ لم يقرأوا. إذن قبل أن نمر إلى أي جملة أخرى لا تقص إلا الجملة رقم واحد فقط. الآن كل التلاميذ يقرؤون، هم يقصون، وفي نفس الوقت بعد القص سيقرؤون كلمة كلمة ويلتزمون بذلك دون أن يتشوش القسم الكل أو ينام أو ينامون. فكل واحد منهم يشتغل على نفسه، كل واحد يشتغل وستخي بيرسوناليزي. إذا قرأتيها قراءة حسنة أعطيك كذلك عدد جيد على 5. جملتك صحيحة، أنصغي وسأرجع لأرى أنظر جيدا الكتابة كيف هي، كأنها مسطرة. فالتلميذ يحب التلوين وتلطف طبعه هذه الألوان وهذا العمل اليدوي وكذا، فلم يصرخ ولن يتسيب عليك من بعد. حتى وإن حدث نوع من التشويش فلا عليك، مش مشكل، فوتوليغي، يجب أن نكون متسامحين مع ظاهرة التشويش لأن الإنسان يحتاج إلى الكلام. هل درنا أن الذاكرة سوف تنسى هذا الدرس بصراحة؟ حتى لكم أنتم كمتأهلين، من سأستقبله أنا وسنلعب معهم، سألعب أنا نعم معهم لعبة مراجعة سورتين من القرآن الكريم عن طريق الجري. انظروا، أجري بسرعة، أجري، أخذوا قطعة واحدة فقط ولا أمر من نفس المكان. أنتم سبقكم هو هذا، أنتم سبقكم هذا. بسم الله، 1 2 3 نجري بسرعة، نجري. الأطفال يحاولون أن يعيدوا تركيب الصورة. رأيت الذي يكذبه زكي. إذا جاء نصر الله والفتح. أحسنت. الحمد لله. لمبلغ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.
ماذا كنت اشتري؟ ماذا اشتريت انت؟ ها ماذا اشتريت؟ ها بابا بابا كمل واحده.